هتعمل صورة. لا صورة بالمساحة كلها. اعمل له فيديو. هات انا اصور لك فيديو. صورة. صورة واحدة. بس هجيب لك المساحة كلها. هات اقول لك ازاي. هات انا اجيبه لك بقى. انت قلت سيادتك ده شارع اول شارع الجمهورية؟ اول شارع الجمهورية. القاهرة 10 مارس 2020 احدى العقارات الاثرية في بداية شارع اول الجمهورية. يعني ده سيادتك اول شارع الجمهورية؟ اول شارع الجمهورية من اول شارع الجمهورية من من ميدان رمسيس. انت قلت سيادتك ان الاثار اهتمت بالعقار ده. اهتمت بيه فتره. بيرمموا في رمموا الحته اللي في الاول دي كده. طيب. عملوا العمدان دي وبعد كده مش. طيب. يعني اهتمت الاثار بيه فتره لانه هو مبنى فعلا اثري. هو بشكل بصراحه مصروف عليه. ايوه ايوه يا فندم. بالامتداد ده سيادتك ده شارع ايه؟ ده اول الفجاله. اول الفجاله يعني في الاتجاه ده اول الفجاله. ثم العقار وده اول الجمهوريه اول شارع الجمهوريه وده هو مدخل ده على جريده الجمهوريه بقى.